صباح الخير واهلا وسهلا بكم الى فيديو جديد وتغطية جديدة. ان شاء الله اليوم نعرفكم بمجموعة من الشلة الطيبين. مبارك عليكم، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله اليوم بنعرفكم بالاخ فخر الدين والد العم. حياك الله يا اخ فخري. حياك وعافاك. كيف حالك؟ بخير؟ تمام الحمد لله. الباقي الثاني وهذا الاخ مختار. حياك الله يا ولد العم. الله يحييك. كيف حالك؟ بخير؟ بخير الحمد لله. نورتنا والله. منورين. كم لي منك؟ تقريبا 8 سنين. كبرت سريع والله. وهذا الاخ عبد الله قايد. حياك الله يا اخ عبد الله. الله يحييك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. جمعتك مباركه علينا وعليك. كل عام وانت بخير. طيب. باقي الاخ عبد الله. هي ربنا رب الله. وهذا الاخ عبد الله. حياك الله يا عبد الله. كيف حالك؟ بخير. نورتنا. جمعتك مباركه. الله بنصلي بالحرم المدني. ما شاء الله الزحمة، زحمة فظيعة. مع الشلة الحبايب لا موجودين. اعبر حتى يترقب لديهم فقوة 3000 ومن التلفنات. صار ما يتلفاص تتلقطهم من ده. ما انا ولا نمسك حاجة مهمة احنا ولا ما شاء الله. الزحمة، الزحمة اليوم قوية. أجي من هنا أنا أوبه. هم ترجع هنا ولا ها؟ مع الورا الواجهات؟ ما شاء الله الزحمة، الزحمة اليوم قوية. الله يبارك فيك.
ما هو طبعا دي مش فاهم يعني قدام الثوره الثانيه طبعا في الباب الثوره ما يدخلش هو ما يدخلش بالنسبه للمحل السلام عليكم اول ما قال لي يلا وانا ما اعرفش شو انا اللي كافي السلام عليكم ولا تنيتها ولا رحت لا والله انا صمت على الحاجتين كده بيدوب وانا خلعت بس كنت بس صراحه ما يدوب كده وقعدت شويه قاعد ايه كان جنبي حوالي حصل جنبي كان في 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 حوالي بالنسبه للمحل السلام عليكم اول ما قال لي يلا وانا ما اعرفش شو انا اللي كافي السلام عليكم ولا تنيتها ولا رحت لا والله انا صمت حاجه حاجه انا نار وزع الخبز مره ثانيه اه والله تصور لك كده ثاني فتفت كده والله ايه مالك شوف 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 فتفت كده ما لو صورني وديلها عندي لا مع عندك الا ضروري انا فعل لك واحده انا فعل لك واحده بعدين خارج الفيديو خا ما انا انا ساعه من يا والله انا ما اعرف بعد هذا هو مدخل المسجد النبوي الشريف البوابة رقم 6 يعني واصل احنا ندخل من هنا قريبة لقباء ما ركينا هدا اولا جهنا مرسل هيك لما صورني انا صورني هذا طيب انا هناك صورني انا صورني اهلا وسهلا بكم ارحب يا اخ عبد الله كيف حالك كيف حالك بخير كيف حالك يا مختار بخير الحمد لله نورتنا والله نورت المدينه منوره باهلها نعم مالك عبد الله تكلم خبر باي خبر كيف تقول نحن الان في الحرم المكي لا في الحرم المدني عيد نحن الان في الحرم المدني نروح لصلاه الجمعه ما شاء الله اول ما شفت الحرم المدني يا مختار كيف كان كيف كان بعيونك منظر رائع وحاجه حلوه منظر رائع وجميل
جميل ومنطقة حلوة وفي كثرة المصلين ووسع المكان. ماذا حسيت لما دخلت أول مرة في المسجد النبوي؟ حسينا بالراحة والاطمئنان في زيارة قبر الرسول ومكان والصحابة. كم قد زرت المسجد النبوي؟ هذه المرة الثانية زيارة المسجد النبوي. وصليت في الروضة؟ لله عز وجل. وصليت في الروضة الشريفة؟ ما قدرنا استطعنا نصل الروضة، بس إن شاء الله نحاول بفترات لاحقة. زحمة ولا لا؟ زحمة، في زحمة كثيرة. لا لاحظت طبعا انت لو ركضت انت الجوش لو عرضت شوية كبير مش الآن احنا وصلنا السطح، بس الشمس حامية نار، يمكن درجة الحرارة توصل 36 درجة مئوية. صبصبة ظهري معقص. هذا صب ظهري. كنت صور؟ صورني أنا. تشرب عبد الله قائد لمع محمد. هذا الاستاذ محمد يشرب ماء زمزم. الله الله الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انا ارتجع الشمس. لا ده هو نونا ضلع ضلع. وانا بين الشمس. تبين الشمس نعم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله.
الحمد لله مكمل نصلي. ها نحن اتينا منا فخري والاخ عبد الله والاخ مختار والاخ عبد الله كمان. نعم نعم سكوب معك يا مختار. سكوب معك. بدي اشربها انت. ابو خلاص ندير هذا. حياك الله يا اخ عبد الله، كيف حالك؟ الله يحييك. بخير الحمد لله. كيف الحرم؟ كيف تحس نفسك لما تجيب الحرم؟ راحة احلى حاجة. راحة كبيرة. ايوه. تجي يوميا كل جمعة؟ بعض الجمعة. قد زرت الروضة الشريفة؟ 20 مرة. يا ولد حلو. والله ما عندنا شيء واحد. وهذا مسكه بغل مسك. ما زمزم حد يقنع منه. الحمد لله يا رب. ها مختار زدت واحد. لا خلاص بس ما تعمل عبد الله. دورنا كل بشدة. مشينا. من وين؟ من هناك. ما رايكم السلام؟ من وين؟ وهذه توديك بوابة ستة بس. من وين نخرج؟ ركزوا. بوابة ستة، بوابة اليمنية. توافقوا على خبر. خري. بوابة الحرم المدني. يحييكم. حياك الله مختار، هذا انا فاقد لك والله كثير. وحشتنا. نورتنا والله. عباد النظر. كيف يا حمي نار هذه؟ هذه ايه؟ البسوا الصنادل من هنا مع باغي. بس والله فخري. حياك الله اخ فخري. كيف تحس لما تجي المسجد النبوي الشريف؟ والله راحة وطمأنينة تملأ القلب. راحة نفسية عظيمة. ايه. كم قد زرت المسجد النبوي من قبل؟ والله احنا هنا واصل يعني، وصلاتنا الجمعة واصل يعني، ما نغيب عن طريقة الجمعة بالمسجد النبوي. هنيئا لك والله. وهنيئا لك. والله عبد الله وينه؟ من جا عبد الله؟ تأخر. انتظر بس. يلا. وقد اتينا الى هذا المكان لاداء فريضه من فرائض الله وهي صلاه الجمعه بالحرم المدني. الله يحفظ الحرم الذي لا 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 ل
هذا كلاك صور يا مطر لان صور 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 هي دي مقفى الا اثنين صح ولا واحد انتظر راح اتكلم فيها شو هي يا مطر ما شاء الله هذه الاجواء بعد صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف السلام عليكم متابعيني اهلا وسهلا بكم المعذرة على الانقطاع الطويل بسبب الظروف والله حابب اصور لكم فيديوهات يوميا من المدينة بس ما اقدر ان شاء الله التغطية هذه تعجبكم وتنال اعجابكم هلا بك يا عبد الله رحب حياك حياك كيف حالك عايزين يا عصادي اجيب كم انت خير العصادي بكم عصادي نعم كيف حالك الله يخليك حبيبي بخير طيب مصري ربنا يحفظك حياك الله جدع مصري ربنا يحفظ عليك يا ابو من وين من مصر ها من وين من مصر مصري من مصر نفسها من المطريه مطريه اه ان شاء الله حياك الله هذا سيدنا الحسين هذا يا سيد زينب اول مره تزور المدينه اه والله ان شاء الله كيف المدينه لا زي الفل الله ناس طيبين دول والمسجد النبوي رب الله اكبر الله اكبر حاجه زي الفل يا جميل واحد يرتاح لما الناس بتصلي على النبي ناس طيبه نعم بنص عليكم ابويا سيستم غالب انا بعمل حياك الله يا عبد الله حياك يا غالي كيف حالك بخير الحمد لله صليت اليوم بالمسجد النبوي الشريف هالجمعه الله الحمد لله كيف تحس نفسك لما تجي المسجد النبوي راحه وطمانينه من القلب تصلي هنا كل جمعه ان شاء الله قد زرت الروضه الشريفه يا الحمد لله رب العالمين كم مره جت مره ما زالوا احنا بالمدينه نحمد الله على كل حال 100 مره ما زالوا احنا لا لا قليل بس ما زالوا احنا بالمدينه يعني الله كان فاهم انا بتعرف مختلف هذه الاسواق اللي بمسجد النبوي الشريف صديق عادي صور ما في مشكلة كم الكيلو هذا هيا شو تم هي تاخذ تام والله ما ادري ما مش حجمني والله عاد الباك ماشي من السن مخالفه ابو هنا عبد الله شارع ده اذا قطعك من هنا بيسوي لك بلال ها اذا قطعك من هنا من بين الشباب بيسوي لك مخالفه لا لا ما شبك ذاك شوف هذاك محل عبور ايوه يوقف لك السيارات كامل ما لا هناك عادي ايوه يوقف لك السيارات تمشي لكن أيوة. إذا مشان السيارة وانت تقطع السيارة ماشية على طول مخالفة أيوة أكيد على رقم اللوحة ولا إيش؟ رقم اللوحة اللي هنا شلع إقامتك ودق عنده والله معلومة حلوة ما كنت عارف بالمعلومة هذه إنه يعني مخالفة نفس السيارة ها؟ ليش حد يوقف لك السيارة؟ الآن الناس واقفين حلو الناس واقفين صورنا حتى الناس دائما منتظرين هناك عشان يفتحوا لهم الطريق عبروا
النظام حلو، حلو النظام، ما مش احسن من النظام لا بديل غير النظام. خلوا النظام روح لهم عبر انتظر الراعي بس انتظر ايش اصور المشهد هذا. لا مش عبر انا ايش انتظر لما بعدين عبر مقيده. لا هنا هي المخالفة، الآن يوقف السيارات عشان يعبروا الناس. انتظروا لي ها؟ أخيرا وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم وينال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وقادم.